الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، حلقة متجددة بمواضيعها وكذلك فقراتها. نحرص على في كل حلقة من حلقات برنامجنا، وبالتحديد يوم الخميس، تكون مواضيعنا متنوعة، في نفس الوقت تكون أسرية، في نفس الوقت يكون فيها كذا جانب تثقيفي معرفي في جانب شتى، بالإضافة أن نشجع الناس لأنها آخر يوم في العمل وبعدها بيكون أجازة نهاية الأسبوع، فرصة. وهذه دائما أنا ممكن أقول هذه رسالة لولي الأمر بالذات الأب، أنه هو اللي يكون مشجع للأسرة أنهم يطلعون خارج البيت. بتقولوا لي شوي الجو حار، الجو ما يشجع، طلعوا يا جماعة، خميس وجمعة وسبت عندكم تكون فرصة للإنسان نغير جو. اطلع تمشى، غير جو، روح البحر، خذ لك كذا غداك مطعم، وعيشوا يوم كذا مختلف عن أجواء العمل، لأن كلها يومين وبترجع مرة ثانية إلى روتين العمل والجهد وإلى ذلك. أيضا يمكن دائما الزوجات لهم كلمة تجاه أزواجهم، إن لا تجيب شغلك للبيت، بقدر الإمكان شوي افصل العمل وارجع البيت كذا مبتسم مبتهج، وخاصة في أجازات أيام الأسبوع. بيزعلون مني الحين متزوجين، كذلك بعد الزوجات استقبليه بابتسامه كذا وفرحي قلبه، عشان يقول والله اليوم اجازتنا واكيد بنستمتع فيها انا والاسره. ايضا بالنسبه للشباب وكذلك الشابات، حاولوا تقدروا بقدر الامكان تغيرون شوي روتين الحياه، وخاصه مع بدايه يمكن هذا ثاني اسبوع او ثالث اسبوع على مستوى المدارس. اما بالنسبه للكليات والجامعات، اتوقع يمكن هذا اول اسبوع دراسي اكاديمي. استمتعوا في هاليومين عشان ترجعون مرة ثانية بنشاط إلى الدراسة. ما قاعد أقول لكم اهملوا في دراستكم، ولكن شوية الإنسان يحتاج تجديد بعض هوايات، التواصل مع أصدقاء مثلا لهم مصدر للسعادة بالنسبة لك، يضحكونك مثلا أو يضحكونك، ففرصة أنكم تجددون هذه الأنشطة عشان تستمتعوا، عشان والله تقولون لما تخلص الأجازة الله نتمنى يجي أجازة نهاية الأسبوع مرة ثانية. عموما في برنامجنا اليوم بيكون عندنا أكثر من وقفة حوارية، بتكون أربع وقفات، في جانب يخص الجمال وكذلك طبيعة البشرة، بيكون عندنا جانب مع الشعر، كذلك بيكون عندنا وقفة حول الأفلام الروائية وكتابة النصوص فيما يخص هذا الموضوع، أيضا بالجانب السينمائي بالتحديد. أيضا بيكون عندنا مشاركة من خلال مصممة أزياء عمانية، بالتحديد كان هناك معرض مشاركة للسلطنة في روسيا. هذا بالنسبة لمواضيعنا. أما بالنسبة لسالفتنا الصباحية، إن شاء الله حسب المتاح إذا كان عندنا وقت أن نتناقش فيها مع المتصلين، بنتكلم عن مواقف تصير في حياتنا. وإحنا زي ما قلنا لكم من بداية البرنامج، من أول ما ظهر وإحنا نقول أن هذه السوالف ليست لطرح قضايا كثر ما هي طرح مواقف طريفة تصير في حياتنا، فنطلب من المشاهد أو المتواصل معنا على شبكتي تويتر أو الفيسبوك اللي يحب يشاركنا يقول لنا لو صار لك هذا الموقف كيف تتصرف فيه. مثلا أنا عازم ناس، دخلنا مطعم محترم، طلبنا الوجبات وعشنا حياتنا وخذينا وحلينا، قلت لصاحب الويتر عطني الحساب، جاب لي الحساب، أدور ما عندي محفظة، كيف تتصرف؟ أنا حين عازم الضيوف وشد حيلي فالموقف هذا كيف تتعامل معاه كمواقف محرجة؟ هذا باختصار سالفة اليوم، واتمنى أشوف ردة الأفعال بالنسبة للمتصلين أو كذلك المشاركين على صفحتي الفيسبوك وكذلك تويتر. واللي فاتته حلقتنا ممكن يتابعها على صفحتنا في اليوتيوب على مسمى أومان تي في جنرال. هذا محتوى الحلقة، ونقول لكم صباح الخير.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى أول فقرة في برنامجنا قهوة الصباح. اليوم عندنا ما شاء الله تبارك الله من الكويت الحبيبة شعراء، بنتعرف على تجربتهم الشعرية وكذلك زيارتهم للسلطنة، وفي نفس الوقت مشاركاتهم إن كانت على مستوى دولة الكويت أو على مستوى دول مجلس التعاون. وكان وصلتني مجموعة من الأخبار أنا بعرف من تفاصيلها إن شاء الله مع ضيوفنا. بداية نرحب بالشاعر نايف بن سعد العازمي وأيضا بالشاعر سلمان بن سعد العازمي، حياكم الله يا مرحبا فيكم. وشهرتهم الشعرية سلمان بن كويخ وأيضا نايف بن كويخ، حياكم الله يا مرحبا فيكم، اهلا وسهلا فيكم. في اسم فني يعني ولا هذا اسم للعائله؟ نايف بن كويخ وسلمان بن كويخ. لا بس انا هذا قصدي اسم للعائله. انك ما في هذا لكم خاص يعني هذا لا للعائله وكل اي يعطيكم العافيه. عموما نورتونا وزارتنا البركه، حياكم الله يبارك. بما ان نايف هو الكبير وسلمان هو الصغير نبدا بالكبير يعني. شخبار الله يعطيك الصحه والعافيه، شخبارك زارتنا البركه، الله يبارك فيك ويرحم والديك يا مرحبا. خليني شوي بس بتكلم في مجال الشعر، يعني في بعض ما شاء الله الشباب وخاصه على مستوى دول مجلس التعاون ان كان على الذكور والاناث بالفطره تلقاه شاعر، وفي بعضهم والله تاثر من ابوه خواله عمامه وبدا ينظم الشعر. بالنسبه لك انت وسلمان؟ انا بالنسبه لي اخذته وراثه. نعم احنا بيت شعري ما شاء الله من الخوال ومن العمام كلهم ان شاء الله، والحمد لله اخذنا وراثه وكان علينا سهل يعني. بالنسبه للي ياخذ وراثه حلو تكون عليه سهل. نعم والحمد لله احنا جتنا بالوراثه وورثنا. نعم ابا عن جد. زين سلمان ونايف، نايف هو الاكبر، تتنافس انت نايف مثلا والله تقول والله القصيده اللي انا بجيب لك اياها اقوى من القصيده اللي انت كتبتها؟ هذه لابد منها. حلو شغله هذا اكيد عشان تشجيع الشعر، هذا لابد منها اكيد. اذا انا خليني عشان اكسب الوقت، ترى هم طلبوا مني ان نسمع اكبر كم من القصائد، واتوقع الجمهور اللي قاعد يتابعنا بيقولوا عبد الله خفف من الكلام وخلينا نسمع القصيده. احنا طمعانين بالشغله ان شاء الله. خلينا زين الحين انا بعمل منافسه، بسمع قصيده من سلمان وبسمع قصيده من نايف ان شاء الله. الكلمه لمين بتكون البدايه؟ اكيد عند الكبير. يلا تفضل الكبير. الكبير الله ان شاء الله. قبل البدايه حبيت اقول بيتين بس. تفضل. اقول حبي لهم ما فيه شك وريبه، مسقط وسلطان بن غابوس وعمان وصباح الاحمد والكويت الحبيبه وامي وابوي وحب ذاتي وسلمان. الله يخليكم بعض ان شاء الله يا رب. صح. فهذه قبل البدايه. المشاركه اللي بدي اقولها طبعا غزل، نسمعكم غزل والجمهور كله على الغزل. شفق حبيب 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 على الغزل. الغزل يقول شفني تحملت المصايب بدنياي وادفع وادور راحتك واشتريها في ذمتي، فالحب جيتك من اقصاي وفيك المشاعر هايمة كل بيها محتاج لك يا غاية الروح ومناي أكثر من البنت الصغيرة لبيها، شفت احتياج الناس يا زين للماي محتاج لك والروح منها إليها محتاج لك حتى قصيدي مع غناي والمفردة تحتاج لك وانت فيها تدري وش أكبر من تصرفك وياي نفسك تحدك في الهواء وتعصيها وتدري وش اللي يحدني عنك بلواي والكلمة اللي منك أنا محتريها خاف تنسى بيوت شعري وذكراي وقصة غرامي في الهوى تشتكيها وزيد همي منك وتفرح عداي ناس تمنى طيحتي في يديها تكفى طلبتك كان عزمت فرقاي قصة غرامي معك واستر عليها ومانتك في الحب لا تنقل حكاي وعذالي اللي في الظهر لا تجيها سلامتك. صح لسانك صح لسانك والله يبعد عنك ان شاء الله العذال يا رب. سلمان ايش بتسمعنا؟ وش اذا كان لها عنوان او لها كذا؟ والله بما ان في الصبح بسمعك الحين بيتين بالبدايه عن الصبح. يلا تفضل. زاد فضلك. صبحي وجودك سيدي شعشع النور ويا هاجسي توصل سموه تقله بقولها لو من بعد صابك غرور الصبح ياخذ من محياك طله. الله. اما القصيده انا ادري انك من اعماقك تحبيني وندري اني غلاك اللي تمنينه هذا مكانك مسيطر مثل فيني في وسط قلب لك الله ما تخونينه شوفي غلاتك على دربي تخاويني وسلمان لولا غلاتك مدمعت عينه من يوم رحتي وطيفك ما يخليني في كل يوم يجي ويروح من حينه في قربك العام كانت تضحك سنيني وليل الشتاء
كم يسريك وتسرينه، واليوم حالة مسافة بينك وبيني، ما لي جدا غير حلم ولا تزورينه، واصبحت متغرب وضايع ومسكيني، وانتي بعد من ظروف الوقت مسكينة يا روح روحي يا عمري يا نظر عيني، يا زرع قلبي وجنته بساتينة، تكفين عندي طلب وبيك ترضيني، لا ينكسر خاطرك لا شفتي الزينة، وابي بعد منك لا منك ذكرتيني، ما تنزف جروح قلبك من شرايينه، واخر طلب كل ما اقوله يبكيني، اكبر عيالك على اسمي لا تسمينه، يمكن مع الوقت والايام تنسيني، ويمكن حليلك من ظروفه تحبينه، ماني معزيك وانتي لا تعزيني، والحب لصار ميت لا تعزينه، عقبك ترى ما لقيت اللي يسليني، وانتي بعد من يسليك وتسلينه، وما قويتي فراقي ربك يعيني، وانساء وقتك فسوي ما تسوينه، يا وقت يا وقت لا نمتكفى لا تصحيني، خلني على نومتي والنوم يا زينة، مدام صرت من أعماقك تحبيني، سلمان وشون يصبر باقي سنين. الله الله، صح لسانك، صح لسانك، الله يسلم قلبك. لازم الشاعر، خاصة إذا يعني يمكن مدارس الشعر وخاصة في الخليج بالذات، إذا كان فيها العاطفة وكذا واجد فيها أسى وعوار قلب، يعني إحنا نسمع الكلام ما شاء الله، الله لا يجيب الدموع على عيونك إن شاء الله، ولا أي مشاهد كذلك، أي مدى الصورة الشعرية لما بتبغون تبدي بقصيد أو قصيدة كذا تتكلم في الغزل والعاطفة، نعزف على الوتر كذا، تحزنون الناس وتفرحونهم في نفس الوقت. نفس الوقت، سبحان الله، الشاعر على فكرة وخياله، فهو خياله كبير ووسيع، فيصور على نفس اللي يبي، اللي يبي لو يشوف يعني مثل فيلم يعيشه ويصوره على الواقع ويقوله ويأثر في الناس، وتلقى داخله يمكن ما يأثر أكثر من ما يأثر على الناس الثانيين. إذا اختيار المفردات سلمان، يعني الصورة الزينة، أنا عجبتني، أنا قعدت أتخيل الوضع كيف اختيار المفردة وخاصة في مجال الشعر، والحين ما شاء الله تبارك الله، الله لا يغير علينا، كم من الشعراء على مستوى الخليج والوطن العربي، كم كبير، يعني من هنا كمستمع أو كمشاهد المفردة هي اللي بتشدني، إذا كانت مفردة جديدة غير متكررة الفكرة، نعم. كذلك كيف تصنع القصيدة؟ والله أنا مصنع قصيدة، القصيدة هي اللي تصنعني، إحساس يطلع وياي وترجم واقوله، حلو، فما عمري اني قاعد تفكر اني شنو اقول ولا شنو اكتب، نعم. هي اللي تطلع من نفسها، نعم. من احساسها. ممتاز. بالنسبه لمشاركاتكم نايك وسلمان، ان كانت على مستوى الكويت او خارج الكويت، وين اخرها كانت وين المستقبل ان شاء الله؟ هذا انا مقل بالمشاركات كظروف، نعم. يعني عندي ظروف والله مقل حيل، نعم. يمكن سلمان اكثر مني، نعم. في المشاركات لكن كل مشاركاتي اكثرها مثل ما تقول في الشبكه العنكبوتيه، نعم. أسهلنا، يعني أسهل وأسرع، أيه وأسرع، وكانت تنتشر أكثر. المشاركات الخليجية شاعر المليون شاركت فيه تقريبا مرتين، نعم. وما وفقني الحظ، جزت من اللجنة وهذا، لكن ما أخذت ما على إجازة. سلمان، والله أنا شاركت بكذا مكان، برامج، أمسيات، شاركت بشاعر المليون وجازتني اللجنة، لكني ما تأهلت ب 48. هالسنة في مشاركة لك مرة ثانية؟ إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. ونفس الطريقة نايف؟ نفس الطريقة إن شاء الله راح نشارك. إذا خليني شوي نعرف كواليس البرنامج، كيف عملية التقييم تصير؟ هل تسمعونهم قصيدة جديدة ولا قصيدة قبل أنت قايلها، وبعدين يتم التقييم على أي أساس؟ هو تقييمهم أنا والله يعني شفته يعني ولا حسيته عندي يعني من الشعراء وكذي، فتبي منها شغلتين، تبي منها واسطه تدزك وتبي اي لازم يعني كم معارف وتمشي، يعني الشغله تقريبا 2000 شاعر او 3000 شاعر او 6000 شاعر قاعدين يتقدمون، طبيعي راح يكونون فيهم مبدعين اقل شيء 500، هم 48 اللي راح ياخذون، اي صحيح، تصفيه التصفيه بتصير، اي ففيها شوي من دزة، يبالكم الدزة يعني. ما حصلت الدزة، قاعدين ننطر على طار الدزة، هاي دزة العرس عاد يبالنا. إذا خليني شوي أسمع قصيدة ثانية، أبدأ معك سلمان، إيش بتسمعنا؟ حاضر. لا دقت الساعة ودقنا الأجراس، أحسها بين الضماير ونيني، أما تركيني في جروحي مع الناس، ولا على مركب غرامك خذيني، لا باس يا وقتي ويا جرح لا باس،
ولا باس يا شخص يغيب ويجيني، شفني من ابعادك بدا فيه وسواس، واحس ضيعات الزمان تحديني، واظن ضيعات الزمان تحديني، مشاعري تتعب وانا انسان حساس، واللي احسه صاحبي ما يبيني، تحاشرت في داخلي كتم الانفاس، واشياء سبتها ابعاد وحنيني، ما اقدر ابوح ودق فكري بهوجاس، دقه ورا دقه وحزن مبيني، عقب اللقاء شفني لحالي مع الياس، اقاوم الدنيا عساها تزيني، واللي بقى كلمه من الراس للراس، ما فيه بديره سواتي حزيني، يا كذبهم من قالوا الناس للناس، الناس ما تدري عن دموع عيني، الناس ما تدري عن دموع عيني. سلامتك، صح لسانك ان شاء الله. اسمع منك كذلك نايم، قول ترد عليه ان شاء الله بنرد عليه. قل لي حبيب في منامي يجيني كل يوم، مير طيفه صد عني ولا ادري وش بلاه، هالسنه حظي معه طاح اي لا يقوم، ويل حالي وعن القلب من هم من وطاه، كل ما شفت هالسماء قلت يا بعد النجوم، وقمت اكلم من عن الوقت نجم في سماه وانشده لعل عنده، عن الصاحب علوم هو فهيم ويعرف السر والبير وغطاه، ويدري انه يوم قفى وسرت هالهموم ما طلع مني من الهرج غير الله، مع حد علمي فيه قفى على ذيك الرسوم، والتفت يبكي ومقهور ويعض الشفاه، صرت انا وياه مثل الدفاع مع الهجوم، والهوى خلى السفينه تعكس الاتجاه، مثل ما قال المثل فيه معطى ومحروم، الله اعطاني محبته واحرمني لقاه، لي سنه وانطر رجوعه وفكري به يحوم، ونار هجره خلت الشوق بيزحف وراه، يا حبيبي شد حيلك ترى الحمل محزوم، هكذا الدنيا وهذه مفاهيم الحياة. الله الله الله، صح لسانك صح لسانك. إذا في جزئية بعد، يعني كل شاعر يحب إنه يكون له تواجد على الساحة، إن كان من خلال أمسيات، من خلال ألبومات سمعية، أو كذلك نصوص كانت تنزل. في نفس الوقت صار الحين أيضا الشعراء ممكن يبارزون الفنانين كمطربين، إن كل فنان أو مطرب يدور الشاعر اللي يقدم له قصيدة مختلفة. شلون هل لكم تواصل يعني كان مع عالم الاضواء هذا اللي انا ذكرته، تجارب مثلا كان لكم البوم كذا غنائي يعني مثلا؟ والله غنائي انا بالنسبه لي انا ما احب انه يكون لي غناء، ولا احب يعني بس شيلات، في شيلات هذه شيلات موجوده حلو، فحلوه هذه لما يشيل لك يعني منشد مضبوط، وهذا انت اشهر وهو يشهر، فهذا التعامل بينك انت وياه. في تجربه لك مع احد مثلا؟ انا مع سلمى، سلمى يشيل ترى. ممتاز، زين خلينا نسمع شوي. ايه هو يشيل، لي تجارب انا بشيلات عنده. والله انا لي الحين صوتي والله تعبان. اي سلامتك يا شيخ، انا عارف انك محضر بس قلت اذا كان ممكن يعني. انا كلمته قبل اللقاء قلت له بقول لك شيله، فقال لا تحرجني. علشان سلامات ان شاء الله، سلامات. لكن انا لي شيلات بصوت اخوي نجم علي البريتشي، اي نقدم له تحيه عادي والله، ولي كذا شيله. والحين احنا متوجهين العالم يعني شيلات احنا الوقت هذا. زين هل لكم مثلا البوم سمعي مثلا حاطين في بالكم تعملون شيء كذا مشترك انتوا الاثنين، انت ونايف مثلا؟ والله الفكره موجوده لكن للحين ما يعني ما نسقناها، بننسقها شوي، بنشوف شنو المتقاربات، القصائد المتقاربه، نبي نحب انها يطلع شغله حلوه، والفكره موجوده لكن ممتاز. ما سعيناها للحين، ممتاز. ما قدمنا الماده ان شاء الله، فبنقدمها ان شاء الله. انا عشان بس الوقت عندي محدد فبسمع منك كذلك قصيده وبرجع مره ثانيه. حاضر. هذه قصيده يعني توني كاتبها، ما صار لها يوم ويومين طازجة يعني. حبيت اني اقدمها عندكم ولا لون ماني حافظها عدل. يا رحلة في غيبتك كلها ذهاب بلا اياب، شفني اردد في غيابك صاحبي محتاج اليك، ذقت العذاب القاسي اللي في حياتي يا عذاب، حتى عطورك في غيابك شفتها تسأل عليك، اخاطب صورك وانا مهموم في طعم الغياب، محتاج لك يا منيتي والله أنا كلي يبيك، حتى مكانك داخلي مكتوب حذر الاقتراب، صاين غلاتك في خفوق عايش بس يحتريك، ومعاد يغنيني أحد لا من قراب.
ولا صحاب، ما بي سواك بدنيتي إحساس قلبي مشتريك. مؤمن أنا صادق شعور أخاف ربي من العقاب، وما قلت أحبك أخدعك إلا وأنا لجل احتويك. حبك سحر عقلي يظن خلاني هايم بالسحاب، أنت الوحيد اللي أبيه، أنت بحياتي بلا شريك. أشفني أنا عندك أنا والغيرك أصبح كالسراب، لأني أنا صادق معك وبيع هالعالم وجيك. عفت الحياة بكبرها، عفت الطعام مع الشراب، في غيبتك مالي سوى ذكرى وهوجس بس فيك. من لام عقلي يا بشار صرت أخربط بالحساب، إن قلت مبطي فاقدك شوف المشاعر ترتجيك. واليوم دام إن الحروف اعتابها ما من جواب، أبى أحفظ صورك وشم العطر وانت الله عليك. ويا رحلة العاشق ترى مليت من خط الكتاب، وشفني أردد في غيابك صاحبي والله بيك. وشفني أردد في غيابك صاحبي والله بيك. أحسنت وحسادك صح بدانك. وخلينا يمكن بتكون القصيدة الختامية من عندك نايف، يا ريت أسمع. ياها بقول يقولون رحت ما دقيت رقم التليفون، وإن جيت قلت أهلا هلا يا مرحبا، بقول طب جوفي وانت يا خلي تمون ضيفتك قلبي سم يا زين ارحبا، وإن كان ما يكفيك قلبي والعيون آمر تدلل يا حبيبي، واشتبه حبكم وصلني إلى حد الجنون، حاولت به لا شك سيطر وانشبع في وسط قلبي، وانت خانتك الظنون، بس استمع لي وانتبه خلى الغباء، إن كان قتلي يبكي ليل يضحكون أنت تهبى والموت وبليس يهبى. في الشعر لو جاوبت سلك الميكروفون الله أعلم يمكن البحر أشربه، ما دام لي هاجوس جريت اللحون، شاد لو صليت يا هدهد سبى. العام علمتك الغمزات الجفون، واليوم قلت الدار ضاربها وبا، ما أدري يغرك حرف من فوقه سكون، والله زمانك صاير أجرد وأشهبى، لخانتك دنياك دق التليفون ما انت بسامع غير كلمة مرحبا. الله الله عليك. أحسنت أحسنت صح لسانك نايف وسلمان، أنا سعيد كثير بوجودكم معنا، وأتمنى لكم إن شاء الله طيب الإقامة في السلطنة، وإن شاء الله يا رب تكون لكم زيارة قادمة إن شاء الله. وإحنا تشرفنا بكم. الله يسلمك. تسلم، هاي ساعة مباركة ونورتونا الغالي. الله يرحم والديك. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام بعد ما قدمنا فقرتنا الشعرية الأسبوع الشعرية الصغيرة هذه من خلال برنامجنا لسلمان بن كويخ وأيضا نايف بن كويخ شعر من دولة الكويت الحبيبة. من بعدها إن شاء الله بتكون عندنا فقرة جديدة من خلال برنامجنا قهوة الصباح، فتابعونا. يخطو الطفل خطواته الأولى على الأرض، ومع الأيام تبدأ قدراته وحواسه بالنمو، فيبدأ باكتشاف ما حواليه. يرى بعض أولياء الأمور إن الألعاب ذات الأشكال والألوان الزاهية هي الحل للفت انتباه الأطفال وإبعادهم عن الأماكن والألعاب الخطرة، إلا أنهم للأسف ما يدركون بأيديهم يجلبون الخطر لفلذات أكبادهم. إن الطفل خلال السنوات الأولى والثانية من عمره يحتاج إلى مكان خاص ليلعب فيه، لأن اللعب مثابة الرياضة التي يمارسها الطفل لكي تقوى عضلاته، والمكان الآمن مثابة القفص الذي يحمي الطفل من كافة المخاطر،
لذا يجب على أولياء الأمور الانتباه إلى الأماكن التي يلعب فيها الأطفال واختيار الأماكن ذات الهواء الطلق والمساحات الواسعة. يجب الابتعاد عن شراء ألعاب الأطفال لمجرد سعرها المقبول وألوانها الزاهية، لأن هنا مكمن الخطر للطفل بتغافل ضرورات السلامة لشراء ألعابه. إن ألعاب البلاي ستيشن والكمبيوتر لا تخلو أيضاً من المخاطر على العينين، إلى جانب مخاطر التعرض للمجال المغناطيسي، لذلك يراعى عند استعمالها أن تكون تحت إشراف الوالدين ولفترات لا تزيد عن الساعة الواحدة كل يوم. السامة وعيون الدمى غير المثبتة إلى جانب الأطراف الحادة كلها من الأمور التي يجب أن ينتبه لها ولي الأمر عند شرائه للعبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخترت ولا بعدك؟ لا بعدني. طيب شو هي الاعتبارات اللي تحطها في بالك أثناء اختيارك للعب الأطفال؟ طبعا لأن طفلي لا زال صغير لازم أحط في بالي سن الطفل واهتماماته والمرحلة القادمة له، ولازم أكون حريص على اختيار نوعية المادة المصنوعة منها اللعب بحيث ما تسبب له جروح. شكرا. طبعا هناك في مجموعة من الإجراءات الواحد لازم يحطها في باله لما يجي يشتري أي لعبة للأطفال، لأن بالتالي شراء أي لعبة للأطفال قد يكون مفيد وقد يكون مضر في نفس الوقت. أنا شخصيا مثلا مثل ما جالسين تشوفوني جاي أشتري لعبة، وبالتالي دائما لما أجي السوق في بالي مجموعة من الأشياء أو مجموعة من العوامل الأساسية اللي هي لازم تكون متواجدة في اللعبة. يمكن من ضمنهم هذه أول نقطة قد تكون تشغيل اللعبة، لأن هني الألعاب ممكن تتكون من مجموعة من الأشياء، طرق تشغيلها ممكن تكون بالبطارية وممكن أيضا تكون بالكهرباء. الطريقتين هذين يعتبرون خطر بالنسبة للأطفال، لأن ممكن الطفل يلعب بالكهرباء وممكن الطفل أيضا يلعب بالبطارية وبالتالي يبلع هذه البطاريات، وبالتالي هذه اللعبة قد تكون خطرة للأطفال، وبالتالي ممكن أن احنا نختار اللعبة المناسبة للطفل المناسب في الأمر المناسب. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وأتمنى اللي عندهم استفسار أو مثلا حابين تعرفون على معلومة أرقام هواتفنا بتكون ظاهرة للفقرة القادمة، لأنها بتكون مختصة حول طرق التبييض بالنسبة للبشرة وعالم التبييض بصورة عامة، إن كان من خلال حقن، كان من خلال حبوب، إن كان من خلال كريمات. وهنا عاد في تضارب، يمكن نلاحظ قاعد نشوف في بعض المجلات إن كانت الاختصاصية هذا موضوع ثاني، ولكن الدخلاء على هذا المجال كذلك كلنا قاعد يقول لك استخدم هذا الكريم خلال يومين ستصبح مثلا قرطاسا من البياض، يعني كله دعاية. ولكن في بعض الجهات المختصة كانت مراكز صحية معروفة لها اختصاصها تعطيك بجرعات معروفة، أو نقدر نقول كذلك حتى دور التجميل في كريمات معروفة لشركات معروفة على مستوى العالم في عملية التبييض. احنا ضيفتنا العزيزة دكتورة مختصة في هذا المجال، بنحاول من خلال فقرات متوالية على أسابيع قادمة تختص بما يخص الجمال وكذلك الاهتمام بالبشرة. معي دكتورة سارة توما، أخصائية جراحة تجميل بالتحديد من ألمانيا، والحين هي مقيمة داخل السلطنة في المركز العربي الألماني. يا مرحبا فيك وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شو أخبارك دكتورة؟ يا مرحبا، وزارتنا البركة. وأنا قلت في البداية بقول لها جوتن مورغن. جوتن مورغن. زين. وبس أنا إيش لبديش وجوتن مورغن وجوتن ناخت. هذا اللي حافظه بالألمانية. سعادة كثير بوجودك معنا، وأتمنى لك إن شاء الله طيب الإقامة في السلطنة. يمكن لاحظتيني في المقدمة تكلمت عن جانب إنه في دخلاء صار على كل المجالات، وخاصة يعني الجانب الصحية، ويمكن كشرقيين أو حتى يمكن
في العالم المرأة دائما تحب تهتم بجمالها بمظهرها وعلى مراحل سنية مختلفة. وممكن ملاحظة الحين حتى في المراكز التجارية هناك مثلا كريمات أو كذلك استخدم أقراص معينة تفتت مثلا بقع الهالات. تمر المرأة خاصة ما بعد الولادة الكلف وما شابه ان هذه البقع كيف ممكن تتخلص منها، النمش نفس الطريقه، كيف ممكن تعطيني كذا خلاصه كيف اعرف ان هذا منتج ممكن بيكون مفيد بالنسبه لي او هذا ممكن منتج يضرني؟ بالضبط. بالبدايه انا حابه اتكلم على انه كل بنت في العالم بتحب الجمال، لكن في بعض الدول خصوصا الدول العربية بيحبوا اللون الفاتح، يعني بيحبوا التفتيح البشرة، هو السبب انه البلد هذا فيها درجة حرارة عالية، وأشعة الشمس بتحرق الطبقات العليا للجلد، فبيسبب بعض التصبغات. العكس في أوروبا وفي ألمانيا بالذات، إنه بتحب البنت تسمر حالها فعندها أجهزة خاصة لتسمير البشرة. ممتاز. ما يعرف عليه بالتان بعض. بالضبط. وأجهزة وغالية. الفرق بالموضوع إنه البنت لازم تعرف شيء، إنه جمال المرأة هو ليس باللون الفاتح أو اللون الغامق، لأنه مهما راح تغير بالبشرة البشرة راح تتجدد في طبقة الإبيديرم وفي طبقة الديرم. طبقة الإبيديرم المرة الجاية إن شاء الله بنجيب تخطيط تشريحي. ممتاز. حلو. طبقة الإبيديرم طبيعتها بتتجدد كل 21 يوم ل 27 يوم حسب عمر الإنسان. هذه الطبقة كل ما ضبطتها من برا بيضتها أو سمرتها فبعد فترة راح ترجع على طبيعتها الأصلية اللي ربنا خلقها. تظل في منطقة البقع مثل ما حكيت والميلانين الصبغات اللي تيجي بعد بعض النساء بعد الولادة، بعض الرجال بسبب الشمس أو حتى ارتفاعات بالهرمونات بشكل عام. هذا الشيء لازم يكون طبعا في علاج، وأهم من العلاج هو الحماية. يعني مثلا إذا رجل أو امرأة حاولنا نعالج البشرة لتوحيد البشرة وليس لصبغ البشرة. أحييك على الكلمة أنك توحيد البشرة. ممتاز. بالضبط. لأنه الجمال الإنسان إن كان رجل أو امرأة هو وجه طبيعي. صافي بدون بقع. يعني حتى لو تشوف في نساء سمر لكن متساوي اللون فيهم جمال جدا حلو. صحيح. لكن وبيضة بنت بيضة أو شاب وفي البقع هذا ما له دخل البياض. فإحنا أهم نقطة بنحكيها هي صحة الجلد أهم من نوعية اللون أو درجة التفتيح. ممتاز. بالضبط. كيف أنا أوصل إلى صحة الجلد؟ وأنا قلت لك الحين صار في هوس عند الناس. بالضبط. يفتح مجلة استخدم مدري إن كان على مستوى الذكور وكذلك عند مستوى الإناث. في بعض المهن تستدعي أن الإنسان يكون أغلب الوقت خارج أو أنه يكون داخل وخارج. ممكن إحنا كدول الخليج أو الدول العربية يعني أبناء الجزيرة مثلا أغلب السنة تقريبا شمس، يعني فترة الشتاء محدودة. والتكييف شغال، يعني تكييف يعني الانكماش والتمديد، فيصير البشرة تعاني بين هذه الفترة. كيف أقدر أنا أحصل على الطريقة اللي توحد بشرتي ولون جسمي بشكل عام؟ بالضبط. خليني أحكي لك أنه أنا دخلت هنا السلطنة قبل 6 سنة. اللي جذب نظري انه اهتمام السلطنه بالذات بتوعيه البنات والرجال، بس البنات اكثر او النساء السلطنه بمعرفه معلومات البشره، بحيث انا قبل 6 سنوات عملت محاضرات عايده للتربيه والتعليم واعطاني الوزير بوقتها هديه لحد الان انا محتفظه فيها. كان توجه السلطنه انه يعرفوا البنات وعملوا لهم كورسات على حساب السلطنه لفتح التجميل او مراكز التجميل، لكن على اسس صحيحة طبية علمية. ممتاز. فعملنا محاضرات حتى نعلم هذه الطبقة من المجتمع. هذا تشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالضبط. بالضبط. كثير كان شيء حلو، بحيث أنا قلت واو، يعني جت السلطنة مهتمة بنساء السلطنة. عشان ما يكون في دخلاء على السوق. بالضبط. ممتاز. ففي مراكز التجميل اللي دعمت من التربية والتعليم دخلت بعض أشياء الصحية بالنسبة للمواضيع التجميل والبشرة.
بعض الأشياء مثل ما تقول دخلاء، الدخلاء هي مثل ما بتقول الجرايد أو حتى الإنترنت. نعم. بيدخل ما نقول الجريدة نفسها، الإعلانات اللي تكون أيوة عشان يعني ما تكون الصراحة يعني أيمين بس أنه الجرايد يعني طريقة الإعلان أو الإنترنت. نعم. بالنسبة للبشرة مثل ما حكيت أنت، كيف أعرف أنا نوعية البشرة أو كيف أراعي بشرتي؟ مثل ما حكيت لك، الأهم الرئيسي هي أنه المراكز التجميل اللي دربتها السلطنة المفروض هي اللي بتوعي النساء أو الرجال، خلينا نقول النساء لأنه أكثر اهتمامهم بالبشرة وبالهيك، توعي أنه لازم نمشي على أسس صحية وطبية عالية. مثلا خلينا نحكي بالضبط سؤالك انت، احنا في دوله شمس كامله، من اهم الاشياء نعرف بعض المعلومات الطبيه اللي هي استخدام واقي الشمس اهم كل الرعايه بالنسبه للجلد. كيف اختار واقي الشمس؟ بالضبط، واقي الشمس معلومه جدا مهمه. اي واقي شمس متفق عليه في العالم كله في لون اصفر او برتقالي بيعمل تان، يعمل صبغه. نعم. مش مهم الاس بي اف، الاس بي اف هي الشوتس فاكتور الحمايه مالتها، ممكن 30 ممكن 20 في 50 في 100، يعني عمليه كميه الوقايه هذه مش هي المهم، مش هاي المهم. المهم انه هل فيها تان، هل فيها صبغه بحيث تعمل صبغه برونزيه توحد الجلد وتحميه من اشعه الشمس. فالبنت بتكتشف انه استخدمت انا الواقي دكتوره استمريت، اقول لها صحيح لان انت استخدمتي الواقي المسمر. اذا كيف اقدر اعرف انا من خلال المعلومات؟ بيكون اهم نقطه مثل ما حكيت لك ما في اصفر او العلبه اصفر او شيء، ممكن انا اشوفك بعض جبت شيء معي حتى يكون عارفين. مثلا بيكون الرئيسي طبعا كل شيء لازم البنت بتقرا لازم شو راح استخدم، حلو شو اللي موجود يعني عاده او حتى هنا في السلطنه مطلوب انه لازم بالانجليزي بالقليل مترجم الشيء وبالعربي. نعم. فلازم انا بقرا بشوف انه هل هذا بتصبغ. شغله ثانيه مثل ما حكيت لك عالميا انه اي صبغه برتقالي او صفراء على العلبه راح دليل يكون انه تان، انه مصبغ. فاختار شيء ما يكون برتقالي ولا عاده ابيض، ما يكون لا اصفر ولا برتقالي. اثنين بقرا عليه مثلا هنا وايتنينج رانج. ثلاثه هنا انه خاص للانتي بيجمنتيشن، انه خاص للاشخاص اللي عندهم تصبغ. بس عشان تكون الصوره واضحه يعني مثلا اذا كانت في العلبه فيها لون معين هذا دليل انه يكون في ماده صبغيه. بالضبط، الاصفر والبرتقالي. ممتاز. وتاكد انه يكون للبشره حاط معلومه انها للبشره اللي فيها تصبغات، وفي نفس الوقت انه يكون وايت ابيض يعني. ابيض ابيض ما ابيض يعني مش الكريم اللي بداخله يكون ابيض. أيه هو كله راح يكون ابيض. لكنه العلبه متفق عليها كيف ما متفق على بعض الادويه. هذه معلومه جديده انا اول مره اعرفها. حلو كويس. لان هذه معظم النساء اللي بيجوني بتقول انا هيك استخدمت اسمريت فما بحب استخدم الواقي، فبتطلع للشمس بدون حمايه. وهذا الشيء جدا مهم. وراح اعطيك كمان مثل بيظل براس الانسان. ممتاز. انه لو تمسك انت سفنجه سبونج عاديه وتحط فيها مي وتسيبها بالشمس راح تشوفها بعد ساعه او ساعتين تكرمش. اي نعم صح. والجلد وتصير زي الخشنه لكن حط لها زبده. اي نعم. حطها يوم كامل في الشمس راح تيجي تشوفها بعدها طريه وما تكرمش ولا تتجعد. ممتاز. هذه اهم شيء البنت تفكر او الرجل انه يرطب البشره. ممتاز. قبل كل شيء الواقي. زين الانسان اذا كان في بعض الجمهور اللي قاعد يتابعنا كان من الذكور او الاناث يقول انا حطيت واقي بس انا بشرتي دهنيه اعاني انه يصير عندي لمعان هذيك اللحظه، مثل وظيفتنا الحين انا مثلا لو حطيت وجيت الحين بصير مرايه من كثر ما، فكيف اقدر انا اميز ان هذا الكريم مناسب لي ما بيسبب لي مثلا طبقات دهنيه؟ او عندنا ثلاث نوعيه، الجافه الدهنيه والمركبه. بالضبط. كيف انا اقدر اشوف الاختيار يكون مناسب بالنسبه على مستوى الواقي على مستوى الواقي. بالنسبه للواقي فقط اختياري اذا كنت بشرتي دهنيه راح احاول اخذ نسبه الاس بي اف، نسبه الشوتس فاكتور مالتها اخف. اي نعم. يعني مقسمه ممكن ممكن. لانه كل ما زادت نسبه الاس بي اف 20 نعم غير ال 50، ال 50 فيها نسبه دهون عاليه وجزء خفيف من النايلون. اي نعم. حتى تعمل طبقه اقوى. اي نعم. مثلا 100% في بتشوف صنبلوك مكتوب عليه 100 هذا ما مناسب ابدا للاستخدام اليومي. هذا للبحر،
في أوروبا بيحبوا بيحطوا بيقعدوا على البعض. فأنا بحكي لهم للبنات هذا لو أنت رايحة على منطقة قاعدة بتتعرضي مباشرة. لكن إذا أنت بتستخدمي الواقي من البيت للسيارة للدوام، من الدوام للبيت للسيارة، استخدمي واقي نسبته أقل من 35. يعني العشرين مناسب تقريبا. العشرين خفيف. يعني عادة العشرين للرجال لأن بيحبوه لأنه ما بيعمل لمعة. أي نعم. لكن بنفس الوقت في مناطق الحارة مثل منطقتنا أنا بقول إنه ما كافي. نعم. يعني 35 ممتاز. بديع. ممتاز. 30 إلى 35 بديع. ممتاز. بيكون نسبة النايلون فيه أو نسبة الحماية فيه أخف، الدهون خفيف. إنزين أنا الحين بدخل معك في الأسئلة المباشرة. الكل ترى عندهم عالم السرعة. وده يحط الكريم في يوم وليلة على طول يبدأ يحس بالتحسن. إلى أي مدى نقدر نقول فعالية أي كريم موجود على الساحة؟ بس عشان تكون صورة واضحة، لأن كثير دكتورة الحين يتغنون خلال مثلا 3 أيام بتلاحظين الفرق. إلى أي مدى كان أفضل كريم على مستوى العالم أو أفضل عقار أو أفضل نقدر نقول حقن ممكن تساهم في عملية توحد البشرة، ممكن نشوف نتائجها متى؟ أوكي، خلينا نقول معلومة جدا مهمة حكيت لك إياها، إنه طبقات الجلد الإبيديرم هي مكونة من عدة طبقات. نعم. تتكون كل 21 يوم لـ 27 يوم تحت راح تتجدد. ممتاز. فهذه الطبقات اللي راح تطلع، الطبقات البرانية ميتة، كيف راح تزال؟ تزال أم عن طريق التنظيف. نعم. أم يعني بالأوقات العادية بالحك راح تزال. نعم. فأي طبقة تفتيحية مشي من برا زي كريمات معينة. نعم. تفتح البشرة. أولا راح تحتاج لها تايم، تحتاج لها وقت. مستحيل ما تقرأ أنه 30 ثانية تكونين بيضاء، هذا ما في، هذا الكلام أكيد مش حقيقي. أيوة. مش صحيح. نعم. ومش علمي. لأن هذه طبقات. شيء ثاني، أنت ما عاد الميك اب راح يجي ويصبغ. صحيح. اوكي. شغله ثانيه، انه اذا احنا التفتيح الحقيقي اللي بدنا اياه نحصل عليه مش من برا. نعم. من جوا. ممتاز. الخلايا الجديده هي اللي راح تطلع بيضه. هي راح تكون اساسيه بيضه. ممتاز. ممتاز. تستمر بيضه. يعني مثلا مثل ما حكيت انك انت، هذا سؤال جدا مهم اللي سالته. كثير من البنات بيجي بيسالوني كيف دكتوره وحطيت وما نحتاج دائما 21 يوم ليساعد الجلد انه يبين تاثير الكريم. ممتاز. انزين الكريم اهم ما يكون مثل ما حكيت انه كريم من شركات معروفه. نعم. او من خلطه طبيب جلديه. ممتاز. هو اللي بيعمل الخلطه. ممتاز. للكلف للبقع. حلو. اوكي. حلو. او شركات معروفة عالمية كاتبة بالضبط شو المكونات على العلبة. ممتاز. هذه استخدامها اليومي تحتاج 21 يوم. يلا تحس البنت انه ها بدأ البشرة. ممتاز. إضافة إلى الأهم نقطة الأولى هي إنه أول ما أنا قبل ما أحط الكريم لازم أشيل الطبقة الميتة. نعم. هذا بنعمل طريق السكراب. زي سكراب. زي ووش جيل حتى. نعم. تنظيف البشرة. ممتاز. ممتاز. هذه جدا مهمة في نزيل الطبقة. طبقة. أنا دائما أشبه البنات شيل الطبقة. نعم. بعدين حطي الكريم فيقدر يمتص من البشرة. لا لازم يكون فترة مسائية ولا صباحية؟ لا لا، المفروض التنظيف البشرة العادي 3 مرات باليوم، صباح ليل قبل النوم، وبالوسط عصر او مغرب حسب وقت الشخص. ممتاز. تنظيف البشره، ازاله الجلد الميت او الطبقات القشريه الميته. نعم. بعدها ترطيب. ممتاز. الجلد. لو حبت البنت زياده ترطيب مع تفتيح تختار كريم مبيض مرطب. نعم. يعني مثل ما حكيت لك في هنا شويه بتدخل مشاكل انه بعض الاشخاص قديمي الطرق مثلا يعملوا خلطات بالبيت. انا ضدها بالضبط. ويقول لك الخلطه فلانه مشهوره فيها ومعروفه. بالضبط. بالضبط. يعني وزاره الصحه بعتقد بتحاول شط الطرق. نعم. انه بتنبه لا تستخدموا هذه الخلطات لانه ما معروف نسب الخلطات اللي بيستخدموها. نعم. وشو هي منها بيستخدم الكورتيزون. نعم. منها بيستخدم الزئبق. صحيح. منها ممكن تكون جدا خطره. نعم. جتني حالات واذا لا قدر ناسبت هذه البشره ممكن ما تناسبت البشره الثانيه. بالضبط. بالضبط. جتني حالات بانه البنت بتيجي بتقول لي شوفي دكتوره كلها جلدي قاعد يطيح. نعم. فمباشرة لازم نعطيها مرطبات. أنا عندي أسئلة كثيرة دكتورة وعشان عذرين. إنزين الحين في العالم قاعد نسمع كذلك الحين في عقار اللي هي عبارة عن حبوب. في يقول لك استخدام أوبر لتكسير الصبغات، إلى أي مدى هذه مفيدة أو صحية نقدر نقول؟
هلا مثل ما بحكي لك انه مستوى الادويه او الابر او حتى بشكل موسع، يعني هلا البنات او يعني الاشخاص لا بيتابعوا انه لازم من صيدليه، نعم. لا ممكن من الانترنت تلقيها، نعم. بطلبها بتجيني، نعم. للبيت، نعم. ممكن مثل ما حكيت لك بجريده معينه او معظم الجرايد، نعم. انه في انا جبت معي بعض العينات، ما بقصد انه بالذات هي، لكن بدي احكي لك ما بحاول اطلع الشكل بس، ايوه ايوه اوكي اوكي هيك وفي هيك اوكي ايوه مشكور. هذه نوعيه من اوكي، يعني ما بقول الاسامي الشركات بالضبط. في انواع، نبتدي بالنوع الاول، نعم. اللي هي بشكل حبوب، نعم. تيجي كنا البطاريه عندي خلصت، اذا خلصت البطاريه اعطوني بس. تفضلي تفضلي كملي. اوكي، في اول شيء بشكل حبوب، منها الجلوتاثيون او يسموه جلوتاثيون، في البيوتين، وفي بشكل باودر، نعم. هذا الباودر هذين ياخذون، هذول يتاخذون وممكن تطلبهم من الصيدليه، ممكن تطلبهم من الجريده، ممكن، نعم. تطلبهم من من الانترنت، حتى بالقنوات، نعم. التلفزيونيه العامه. بعد دكتوره انا شكل بطاريه الميكروفون عندي خلصت، بناخذ فاصل قصير. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، أعتذر بالنسبة للميكروفون، هذه تعرف بطارية لها عمر افتراضي بعد. بغيت أسأل، بالنسبة قلتي لي في عقار بشكل يومي أخذ، هل هو صحي ما له أضرار؟ مثل ما حكيت لك في الحبوب وفي الباودر وفي زي سبريه تحت اللسان، نعم. وفي إبر، أنواع منها، لكن شو المادة الفعالة اللي بداخلها هي هذا اللي بتعتمد هل إنها صحي أو ما صحي، نعم. مثلا الجلوتاثيون اللي هو هلا صاير شيء بالضبط، صحيح. بالضبط، اصلا هو الجلوتاثيون هو احد يعني مركبات السبلمنت اللي بداخل جسم الانسان، لكن ممكن انه يؤخذ عن طريق الفم بشكل حبوب مثل ما حكيت لك، او بشكل سبراي او باودر او بابر، لكن الجلوتاثيون هو الاساسي، لازم يثبت مع فيتامين سي بالجسم، ممتاز. وليس لحاله، يعني موضوع انه وحده تيجي تقول انا اخذت علبه جلوتاثيون حبوب، نعم. يومي 3 مرات باليوم، نعم. وراح ابيض، هذا الحكي مش حقيقي، ممتاز. لانه الجلوتاثيون راح يحتاج فيتامين سي معززة، يلا يثبته في الجسم والجلد والعظام، نعم. في مثل ما حكيت لك الباودر، قلت لي سبراي بعد، وفي سبراي جبت لك كمان احد العينات، اي نعم، يعني هذا بس تقريبا بالضبط، بالضبط. انواع كثيره بس هيك تحت اللسان بيتحط، ويكون له فاعليه مثل ما حكيت لك، في فاعليه، تحس يحس الشخص انه خلال حدود 20 يوم بدا البشره تفتح، ممتاز. لكنه لاي مدى،
وهذا ما يحتاج معززات مثلا؟ لا ما يحتاج اي معززات، لكنه كمان الزياده فيه اكيد فيها مضره. زين، وبالنسبه للاوبر اللي انت ذكرتي لي اياه؟ لا قبل ما بحكي لك على الاوبر، اوبر البيوتوثايون، لان الوقت عندي تقريبا قرب يخلص. اوكي، لان في البيوتين، فيتامين البيوتين هو امن افضل وصحي اكثر، وتقدر تاخذه من اي صيدليه. بيوتين او البيوتين من اي صيدليه، من اي طبيب جلديه، من اي طبيب عام. ممكن يكتبوا كمعزز لتفتيح لون البشره، ما له اعراض جانبيه ابدا. الفيتامين البيوتين بيكون جدا سليم، مستخلص من ايش؟ فيتامين مستخلص عاده من المواد الطبيعيه. ممتاز. ايوه، لكن الجلوتوثايون شركات، انا اللي بنصح فيه شركات اللي عايده لا شركات معروفه تيجي بصيدليه ممكن اثق فيها. لكن اذا شركات بالانترنت او شيء ما بعرف شو هي، يعني أنا نقدر نقول بيوتين هو الافضل والأفضل. الافضل. نيجي على الجلوتوثايون، الابر. ابر الجلوتوثايون صار لا حصر لها في العالم. انواع وانواع، اكثر دوله بتعمل الجلوتوثايون هذا كابر هي تايلاند والفلبين. لكن في بعض منها كسويسري او ايطالي بيكون نسب الجلوتوثايون مهم جدا نسبته. يعني استخدم الجلوتوثايون 300 ملي جرام يكون سليم. لحد 900 ملي جرام، هذا من يعدي 900 ملي جرام بالإبرة تدخل مرحلة خطرة. ممكن تستخدم عادة طبيا فقط للشيموثيرابي، يعني للعلاج السرطانات. يعني أقدر أقول دكتورة مثل هذا خاصة بالنسبة للحقن المفروض اللي يعطيها مختص. بالضبط، ما المفروض أي مركز صحي أقوله يقول أنا بعطيك مثلا حقنتين. هي حتى لو مركز صحي كمان راح تقول أوكي. لكن المشكلة أنه البنات بيجيبوا هذه الأشياء عن طريق الإنترنت، عن طريق البوست، فراح تيجي تستغرب انه كلها. انا خلص الوقت عندي، ولكن ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل معك بشيء من التفصيل في بعض الجوانب. ولكن في النهايه لازم يكون اللي قاعد، يعني خاصه اذا كانت عقار او حقن او كذلك حتى البخاخ اللي ذكرتيه، لازم يكون من ذوي الاختصاص. وزي ما قلت البيوتين هو الافضل والامن في حاله الرغبه في عمليه تفتيح البشره، والاصح هو مو تفتيح البشره، توحيد لون البشره. شكرا مره ثانيه دكتوره، يعطيك العافيه دكتوره ساره، ما قصرتي نورتينا. واحنا بناخذ الحين فاصل قصير، ومن بعدها ان شاء الله بيكون عندنا موضوع اخر وجديد في برنامجنا قهوه الصباح. تستعد وحاتب دي ورمالها الذهبية الناعمة والمخيمات الصحراوية هذه الأيام لاستقبال أفواج جديدة من الزوار والسياح الأجانب، حيث يشتد الإقبال عليها من قبل الزوار خلال الموسم الشتوي الذي بات وشيكا خاصة مع بدء تحسن الأجواء وانخفاض درجة الحرارة، حيث تبدأ السياحة الداخلية من جديد بنشاط وحيوية نظرا لما تمتلكه مختلف المحافظات بالسلطنة من مقومات طبيعية وتراثية متنوعة تثري السياحة الداخلية وتوفر للأسر والمجموعات الشبابية وأفواج السياحة من خارج السلطنة أجواء من البهجة والسعادة والفرح. وتشمل المخيمات الصحراوية على المرافق ومن بينها غرف الإيواء والمجالس التي تقام خصيصا لاستقبال الأفواج الكبيرة، كما تم إجراء تحسينات جديدة على المرافق والخدمات بالمخيم، من أبرزها إضافة عدد من المخيمات الصحراوية التي تجسد بيئة البادية، كما تشمل خطة التطوير إضافة إلى غرف للعائلات ومجلس للاستقبال ومطبخ إضافي لإعداد الوجبات العمانية على الطريقة التقليدية، وتكون هذه المخيمات متنفسا لمحبي المغامرات لممارسة رياضة البانشي على الرمال الذهبية.
ينزل في الساحة. احنا رجعنا مرة ثانية على الهواء مشاهدينا الكرام، واتمنى من الفريق اللي موجود معي هدون اعصابهم، انا كنت اتكلم مع ضيفي. عموما حاب بس اقول نقطة لفقرتنا اللي بنتكلم فيها، احنا في كل اسبوع تقريبا نتواصل مع الاخوان في مجال الفني، ان كان في مجال التصوير الضوئي، ان كان في عالم السينما، ان كان في الفن التشكيلي. اليوم معي ضيف عزيز الاستاذ محمد بن رضا اللواتي، كاتب روائي وبالتحديد في المجال السينمائي. بنتكلم عن فيلم يعني وفي طي إعداده نقدر نقول هو سوق الظلام، بنتكلم عن هذا الفيلم، وجوده على الساحة نقدر نقول السينمائية كانت محلية أو مشاركات إن شاء الله خارجية، وإن شاء الله يحصد جوائز يا رب. حياك الله أستاذ محمد. مرحبا لك. يا مرحبا، حياك الله. شكرا على الاستضافة. الله يسلمك واجبنا، تسلم. خليني شوي بس أتكلم، إحنا اشتهرنا في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة في كتابة النصوص للأفلام القصيرة، وبدينا خطوة بخطوة كذا ندخل في عالم القصة السينمائية الروائية. شوي نتكلم عن هذه التجربة. من وجهة نظري الأخ عبد الله أن التجربة بعدها في أولى خطواتها. حلو، زين. وطبعا هذا شيء طبيعي. صحيح. بس المطلوب يعني تضافر الجهود حتى هذه الخطوات يعني تكون راسخة ونحقق إنجاز في هذا المجال. ممتاز. أنا برأيي أنه ورش العمل والتوعية في هذا المجال بالنسبة لكتاب السيناريو، نعم، بيكون له أثر إيجابي جدا لتطوير المادة. ممتاز. إذا في حالة يعني بما أن احنا في الخطوات الأولى، أكثر حاجة تحس أنه ضروري نركز عليها وخاصة للراغبين في كتابة النصوص، نعم، الخاصة بالأفلام الروائية، نعم، الطويلة، أكثر العناصر اللي محتاجة تعزيز؟ وجهة نظري أنه ورش عمل. في ورش عمل بأي مجال؟ في سيناريو، في ممتاز. كتابة السيناريو. حلو. بس السيناريو الغير المعتاد، السيناريو العالمي. ليش لا؟ يعني الآن الدورات متوفرة، نعم، وفي جهات تقيم مثل هذه الدورات. فبرأيي لو هذا تم بتكون خطوة أولى ناجحة جداً لتطوير مضمون المادة، مضمون الفيلم. ممتاز. نفسه. ممتاز. سوق الظلام كيف الإعداد، نعم، كان بالنسبة له؟ والله هو طلب من عندي أنه أكتب نص غير متعارف عليه. ممتاز. حلو. يعني شيء جديد بالكامل، المشاهد العماني ما معتاد عليه، مملوء بالإثارة والتشويق، ولكن أيضا ما يبتعد عن التحديات اللي يعيشها المجتمع العماني اليوم. نعم. ممتاز. فخذت فترة أحاول يعني أرتب أفكاري. نعم. بالفعل حطيت الرؤية الأساسية وبعدين الرسائل الجانبية. فالرؤية الأساسية لفيلم سوق الظلام بعد منتصف الليل كذا اسمه، نعم، حلو، أنه في مجسم لسفينة السلطانة، السفينة السلطانة العمانية اللي هي أول سفينة عبرت البحار العالمية، نعم، ووصلت إلى السواحل الأمريكية، نعم، واحتفى بها الأمريكيون، نعم. الآن مجسم لهذه السفينة، مجسم غالي جداً، يجيبه تاجر هندي في سوق الظلام، نعم، على أساس يبيعه، نعم، وتشتريه أسرة عمانية وتتعرض للسرقة، نعم، يعني في، وهذا أول مرة، نعم، يدشن، نعم، في الدراما العمانية، نعم، أنه عصابة، نعم، مؤلفة من يعني في نظام أكشن نقدر نقول في يعني فعل ورد في أكشن، نعم، عصابة من مجموعة من الممثلين الهنود، نعم، وأيضا هي أول مرة هذا الفيلم، نعم، يجيب تعاون بين الممثلين الهنود، نعم، يعني من سينما بوليود والسينما العمانية، اجت والسينما العمانية واشتركوا في تقديم العمل، وانا برايي طلع زين. يعني اذا تم التصوير انتهى كل شيء الحمد لله، والفيلم بعده نايم على طاولة الهيئة من شهر رجب، ونحن في ذي القعدة ونتمنى يطلع، نعم، على اساس انه هو بيعرض بعد شهر في الكويت، نعم، وفي ابو ظبي، ممتاز، ضمن المهرجانات، ضمن المهرجانات، ويعرض في السلطنة في دور السينمائيات المحلية. مين كلها. مين المخرج؟ المخرج هو مخرج مصري، نعم، لكن الكادر كله عماني. ممتاز. حلو. كمصورين، كمصورين فنين. ومساعد المخرج ما شاء الله أيضا عماني، الأستاذ عقيل عبد الخالق، والمنتج عماني، شركة آوال، ويرأسها الأستاذ عمار آل إبراهيم. نعم. تحية لعمار كذا، تحية الأستاذ عقيل كذا. وكذلك كوكبة من كبار الممثلين العمانيين، زائد وجوه شابة جديدة لأول مرة. أبرز الأسماء إذا كان ممكن نذكرها. الفنان خليل السناني، نعم، كان موجود وهو البطل، وما كان ابدا يحتاج انه المخرج يقول له عيد اللقطه، لانه هو متمكن اخر درجه ما شاء الله عليه.
طبعا الفنان يوسف البلوشي كان موجود، والفنان عامر السيابي كان موجود، والفنانة حبيبة السلطية موجودة، والفنانة كريمة البلوشية كانت موجودة، إضافة إلى هذا وجوه لأول مرة تظهر. نعم نعم. عملية يعني شوف النص الدرامي أو الإذاعي أو خاصة في التلفزيون وكذلك في الإذاعة لا نمطية في عملية الإخراج، وكذلك لا نمطية ولا يعني قصدي خط ونظام في توصيل إن كان من الكاتب للمخرج والمخرج إلى الممثل. كيف تعاملتوا مع هذا الفيلم، وخاصة زي ما أنت تفضلت قلت إن إحنا محتاجين ورش في السيناريو العالمي وليس يعني نقدر نقول متعارف عليه، لأن عشان نكون مواكبين للي قاعد يصير. حاسب ممكن تدخلون منافسة من خلال هذا الفيلم، يكون في إيقاع متسارع، جوه يكون حلو. شفت الفيلم حتى لو كان زي ما يطلق عليه النسخة الصفر يعني؟ نعم كنت متواجد حتى في مواقع التصوير أحيانا على أساس المخرج كان يريد من عندي تغيير بعض النقاط أو أشوفها هي بالضبط مثل ما النص مكتوب. ممتاز. برأيي أن المخرج والفريق العمل كله استخدم تقنيات جديدة لك عبد الله، يعني حسب كلامهم إن هي تقنيات تستخدم عادة في السينما. نعم. وفي السينما العالمي. يعني العالمي. نعم. مثل الكاميرا المتحركة وغيرها من الحركات. فيبدو لي أمها خطو خطوات. ممتاز. والباقي إنه الجمهور العماني يتقبل. نعم. يبدو لي إنه بيتقبل لأنه الأكشن لأول مرة موجود بشكل كثيف. إضافة إلى هذا. في رسائل اجتماعية مهمة تم توصيلها. ممتاز. مثلا خطورة المخدرات. لما الأم يعني ناقشتوا قضايا من خلال هذا العمل. ناقشنا. بشفافية أكثر. بشفافية جدا. ممتاز. لما الأم بعيدة والأب مشغول 24 ساعة. نعم. يروح الصباح يجي المساء ما يتابع والده. من المحتمل يتفاجأ. نعم. وهذا صار كما إن الفيلم بين. ممتاز. سرعة القاتلة. استخدام سواق الشباب. هواتف وإرسال رسائل وقت. نعم. القيادة. نعم. نعم. اسمح لي أقول تدني مستوى تعليم قيادة السيارات. نعم. عندنا. نعم. بشكل عام. هذه كلها وظفت. إضافة إلى هذه النقطة اللي أحب أشير إليها. حلو. وهي وحدة النسيج الاجتماعي العماني. أسرة من نزوة. مع أسرة في مطرح. نعم. متكاتفين مع. نعم. بعض. نعم. فالبنات مع البنات والآباء مع الآباء. ممتاز. فيعطي صورة الحلو. واقعية. ممتاز. للمجتمع العماني كيف هو متكون وكيف هو متغلغل مع بعض. ممتاز. خليني شوي بتكلم عن جزئيتين، وهي أن قلت لي أنه بيكون في معظم الدور العرض اللي بتكون في السينما المحلية. إيه. بالإضافة لمشاركات في الكويت. بل. وأبو في الكويت وأبو ظبي. نعم. ودبي. ممتاز. وعلى بالي رأس الخيمة أيضا إن شاء الله. إذن المشاركات الخارجية بتكون على سبيل المشاركة ولا المنافسة؟ خلنا هنا. والله هذا سؤال وجيه. حلو. أشكرك. كأمنية. هنا. أتمنى أن تكون على مستوى المنافسة. ممتاز. برأيي أنه فيها عناصر ممكن تحولها تجيبها إلى مستوى في مصاف المنافسة. ممتاز. هذا كأمنية. نعم. وأتمنى يتحقق. يا رب يا رب إن شاء الله. زين جانب ثاني، مدة العرض كم حطينا؟ هو مدته ساعة ونص تقريبا. ممتاز. حلو. وأحداث مشوقة. يعني كنا نريد أنه المشاهد طول الوقت يكون متابع. يكون متابع. زين على مدار بالنسبة للدور المحلية في حملة إعلانية بتسبق الفيلم عشان طبعا قريبا بتسمعوها ان شاء الله بالبوسترات. ممتاز. والدور السينما المحليه بتعرف دعايه لها. حلو كثير. لمده شهر كامل قبل نزولها. ممتاز. رسميا. ممتاز. ممتاز. انزين احنا اذا كان ممكن نشوف بس شيء من اللقطات للفيلم وبعدين نرجع نكمل حوارنا، نتابع مع بعض عشان نعمل كذا عنصر تشويق كذلك لهذا الفيلم. نتابع. حاضر يا يوم. بس لسياره. حاضرين. المهم لازم نكون كنا هنا في البيت متواجدين عشان نستقبل ضيوفنا. عندي اجتماع وان شاء الله ما بيطول، وبرجع بسرعه وبجهز كل شيء بنفسي. وانا بعد خبرت صادق يجي معنا هنا البيت، هو وحرمته وبنته زهره. يا ربي نسيت اتصل حال زهره. ألو صباح الخير زهرة، كيف جاهزة حتى التدريب؟ صباح النور والسرور حبيبتي. ها كيف المعنويات؟ إن شاء الله عالية اليوم. بس أنا شوي خايفة. لا تخافي ولا ترتبكي، اتوكلي على ربك وإن شاء الله راح تنجحي. خلاص حبيبتي أول ما تخلصي راسليني. أكيد أكيد إن شاء الله. ها
هذه معلمتي وصلت، الحين بخليك، يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. صباح الخير أبوي. صباح النور. إلى يعني الاستوديو وإلى أجواءنا داخل الاستوديو، وحديثنا كان عن فيلم سوق الظلام وهو للكاتب والروائي محمد بن رضا اللواتي، ونقدر نقول تجربة، هذه تجربة أولى في فيلم روائي. هو تجربة أولى، ولكن أفلام قصيرة كان لك تجارب قبل. وثائقية. زين، خلينا مرة ثانية بتكلم عن دور العرض وتوقعاتك تجاه الجمهور. إحنا ممكن عندنا جمهور السلطنة عتبان على الدراما بصورة عامة. صحيح. مو عتب المحبين، وليس عتب، هو عتب المحبين إنه يعرف إنه في كوادر كثير رائعة موجودة عندنا داخل السلطنة، كان على مستوى تمثيل، كتابة، ولكن لما يظهر العمل ممكن الحلقات، هذا مستوى التلفزيون وكذلك إذاعة، حلقات ممكن تكون مشوقة وفي حلقات تكون نوعا ما باهتة، عذرونا على هالكلمة. فإلى أي مدى أنتم عندكم سعة الصدر أنكم تستقبلون إن كان نقد أو كذلك رضا أو عدم رضا بالنسبة للعمل؟ الأخ عبد الله هذا متوقع، وبصراحة النقد ضروري، لأنه هو اللي بيخليك تعرف نقاط ضعفك. ممتاز. أنت لما تصنع الشيء ما تحب حد يقول لك أنه لا فيه ضعف، وتشوفه من عينك. نعم. بس لازم تشوفه من عين الناس. نعم. وهذه اللي هي تصنع الفارق. اليوم أنت لما عرفت أنه بعض حلقاتك ضعيفة بتطور عملك. نعم. بالتالي أنا برأيي أنه المخرجين أو المنتجين والكتاب أيضاً المفروض يسمعوا الجمهور إيش يريد. نعم. وكيف استقبل العمل. ممتاز. ما يتعلق تحديداً بسوق الظلام، نسيت أشير لك أيضاً أنه الفيلم يحكي عن جمال مطرح وتاريخها. حلو. القلاع اللي فيها. نعم. سوق الظلام وتاريخه. البيئة البحرية للمدينة. ممتاز. وأنا مستغرب هذه المدينة ليش يعني ما جت في التلفزيون وفي السينما؟ نعم. وإلا فيها كل العناصر. نعم. أنت شايف السفن اللي توقف. صحيح. في الميناء والأجانب. نعم. التلفزيون من ناحية التلفزيون ما شاء الله في ثراء كثير، يعني أمكن لي تجربة أكثر من مرة إن كان في برنامج في التلفزيون. رحال. نعم. في السينما ضعيف. السينما ممكن. إحنا للحين زي ما أنت قلت إحنا نخطو، ولكن إن شاء الله يا رب إنه يكون في نصيب أكبر، لأن السينما هي يمكن يعني باعها طويل في عملية الانتشار. صحيح. والتواصل مع المجتمع. طموحك أستاذ محمد، يعني هذه تجربة نقدر إن شاء الله نتمنى لها يعني الاستمرارية، ولكن الأفق كذا وين تبغى توصل إن شاء الله؟ من ناحية الرواية السينمائية أحب أركز على الأفلام الوثائقية. لأن في أي جانب أفلام وثائقية؟ عن تاريخ عمان. ممتاز. حلو. وحضارة السلطنة، لأنه هي بلد مليء بالعناصر الأساسية، بالتالي المفروض تعرض. فأنا أريد حقيقة أنشغل في هذا الجانب. نعم. وخلال السنة القادمة أقدم فيلم أو فيلمين وثائقيين في تاريخ وحضارة السلطنة. يعني أنت في طي كتابة شيء الحين حاليا؟ الآن أنهيت رواية بس بعيدة عن هذا المجال. إذا تحولت إلى السينما ما أدري. هي. بس برجع للفيلم الوثائقي عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله. أيوة. احنا نتمنى لك ان شاء الله دوام التوفيق، وان شاء الله من نجاح الى نجاح، وان شاء الله عن قريب كذا نشوف الاعلانات تكون ماليه الدنيا ان شاء الله، ونكون من الحاضرين لهذا العمل ان شاء الله. شكرا للاستاذ محمد بن رضا اللواتي، وهو كاتب فيلم روائي تحت مسمى سوق الظلام. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، وايضا يحصدون جوائز من خلال المشاركات على مستوى المهرجانات بالذات في دوله الكويت وكذلك ابو ظبي وايضا في دبي. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك عبد الله. شكرا على الاستضافه. يعطيك العافيه. احنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجعين، لا تروحون بعيد. نسوي لهم مفاجأة صغيرة. لا والله. ايش فيك؟ حتى كيكة ما يبون ذي. يجيب كيكة صغيرة وشوية زينة. مسلسل كويتي اجتماعي تربوي يتكون من جزئين. الجزء الأول إنتاج عام 1979، والجزء الثاني عام 1982 ميلادي. وهو من تأليف طارق عثمان، وبطولة خالد النفيسي، حياة الفهد، هدى حسين، عبد الرحمن العقل، سحر حسين، بدر المسباح، أسمهان توفيق، منصور المنصور، فيحان العربيد، عبد المحسن الخلفان، علي المفيدي،
حسين المفيدي، حسين المنصور، أحمد العامر، فتحي القطان، حمد ناصر، ومن إخراج حمدي فريد. خليكم زين خلاص اتكل على الله انا اوصلهم. شنو ما انت 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 ملزمه؟ اي ليش عندك مانع؟ حكيت كفي على روحك ما قاعده. نعم لا اقول قصدي نامن على حياتنا مو كذي. بس 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 اقول يعني هو ما يعرف يتكلم. اقول يعني ما دام سواقتك توها وتوك ماخذ الليسن ديري بالك. وتدور قصة المسلسل التي تناقش قضايا عائلية، وهو من الأعمال التي لها بصمة وما زالت تتابع بشغف الماضي. ويتمحور المسلسل حول عائلة سعود المتزوج من عائشة، ولديهم ولدان، أحمد الكبير وناصر الأصغر منه، وبنتين ليلى الكبيرة وهدى. وتحدث مواقف بينهم، والهدف معالجة بعض القضايا الاجتماعية التي تعاني منها الأسر الخليجية. لحظة متعصب من أول كلام. تدري ليش؟ علشان أخوي ناصر ابن الشمعة وانتي 73 شمعة. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرتنا الختامية في برنامجنا قهوة الصباح. ومعنا مصممة الأزياء العمانية أنيسة بنت موسى الزجالية، نقول فيها مرحبا فيك وحياك الله، نورتينا. يعطيك العافية. الله يسلمك ويعافيك. ما شاء الله على أنيسة تبارك الله، عيني عليها باردة، من الشخصيات اللي دائما كذا عندها قدرة على النشاط والتواجد في أكثر من محفل. مؤخرا كنت في موسكو، حدثينا عن الزيارة. موسكو كانت تعاون مع وزارة التراث، هي كانت الأسبوع الثقافي العماني في موسكو. طبعاً هذه الفعالية شو غير في حياتي. قبل كنت أعمل عروض أزياء حية، هالمرة لا، هالمرة استعنا بالشاشة وعملنا خيمة عمانية كضيافة للناس اللي يجوا ودخلوا فيها. طبعاً كان على مستوى كبير لأن كانوا معنا الحرفيين، كانوا معنا فرقة موسيقية، مصورين معنا، كانوا معنا من هيئة الوثائق بعد معانا وثائق كانوا. فعلى مستوى كبير كان، لكن بالنسبة لي أنيسة الزجالي كانت متعاونة تقريبا في كل الجهات اللي موجودة هناك، وأحب أخلي بصمتي في كل مكان ومتعاونة معهم. لكن بالنسبة للخيمة العمانية كانت ممتازة جدا لأن كان إقبال كبير على الحنة العمانية. أنا لاحظتك في لقطات من الفيديو كنت تحنين. ترى أنا فنانة تحن ومكياج وتصميم. تصميم ثالث هواية. ما شاء الله ما شاء الله. الأولوية للحنة ترى، يعني بدأت الفن في الحنة. ممتاز. بعدين اعتزلت الحنة. وأنا تفاجأت قلت يعني أنيسة اللي أعرفها أنا مصممة، بعدين قلت لا يمكن في شيء جديد أنا ما أعرفه للحين. لا لا لا، أنا عندي هواية الحنة، عندي هواية الرسم، عندي هواية المكياج، حتى بإمكاني أمكج عارضات. لكن ما أعطي الأهمية أكثر شيء للتصميم. هم طلبوا مني التعاون وزارة التراث. طبعاً أنا متعاونة معهم قبل، كنت رايحة معهم طوكيو، رايحة ألمانيا معهم، رايحة ليبيا قبل سنوات قبل الثورة. فطلبوا مني التعاون، قالوا امسك الخيمة العمانية يعني، والحنة شيء بسيط يعني تكوني معانا لكن أنت مسؤولة الخيمة وبتكون في سكرين لأزيائك ويعرض لايف يعني. طبعاً عرضت العرض الأزياء اللي كان في كوريا، عملتهم في سيدي وكذا وعرضناهم بحيث الناس يعرفون عن الأزياء العمانية. كنا نتكلم يعني الشاشة تعرض وإحنا نتكلم. ممتاز. بالنسبة للحنة هي اللي عملت صيحة أكبر، والخط العربي. حلو. يعني إحنا مثل ما تقول المشاركين اللي أكثر اجتهدوا وتعبوا. الحنة والخط العربي. أنا بأخذ تفاصيل هذه أكثر من خلال تعليقك على مجموعة من الصور. يفضل. وعطيني بعدين فكرة تفاعل الناس وأكثر تساؤلهم. يمكن دائما الجمهور اللي حاضر لأي معرض يبغى يعرف ثقافة هذا المجتمع. أكيد. كيف يفكر. أكيد. إيش الأشياء اللي مثلاً تميزة عن المجتمعات أخرى. أكيد. وممكن خاصة يمكن النساء بين قوسين خاصة من شافوا حنا معتمدة على الجانب العربي يعني والشرقي، فالكل يتسابق على هذا الجانب. بالفعل أعطينا هذا الانطباع على ما تكون جاهزة الصور معنا. لا في إعجاب كثير للحنا. وخاصة من الأعمار اللي بعشرين لثلاثين. هذول كان إقبال أكثر إنه يريدون يحبون الحنا. حتى في منهم ما بس في عندهم كان
كان كنا نسوي لهم على رقبتهم لهالدرجة في بالهم مثل التاتو، لكن قلنا لهم إن هذا ما كيميكال، هذا شيء عادي يعني طبيعي، لكن فيها شيء بسيط من الكيميكال، فكانوا مستانسين فيها بصراحة. يعني خلينا حتى كنت أوقات أكتب اسم عمان على يدهم بحيث لما يدوروا في موسكو يقولوا إيش مكتوب، يميزون اسم السلطنة في يدهم. فالحمد لله يعني الله وفقنا إن عملنا شيء كبير في موسكو ونشرنا اسم السلطنة يعني هناك. شفتي ردة فعلهم تجاه معرفتهم بالسلطنة؟ لأن في انطباع أنا لاحظته من خلال التقارير اللي كانت الأخبارية إن في بعضهم زاروا السلطنة وشوفوا، بعضهم كانوا زائرين السلطنة، لكن يعني 80% اللي ما كانوا زائرين. في ناس بالفعل صادفناهم سواء كانوا روسيين أو إن من الدول الثانية كانوا زائرين عمان. عمان دولة يعني معروفة عندهم تقريبا نقول 30% ما أكثر، لكن لما شافوا الصور والطبيعة اللي موجودة في عمان والصور اللي عن صلالة والقلاع يعني انبهروا بها كثير. الطبيعة أيوة بالكامل. فكنا نشجعهم. أنا دوري كمثل ما كنت كسفيرة أزياء إني سفيرة الخيمة العمانية الحين، كنا نتكلم عن السلطنة ويعني ننصحهم إنه يجوا يزورونا. أكثر تساؤلاتهم كانت مصبة على أي جانب؟ أكثر التساؤلات يعني يجوا أنيسة، خلينا كان في أزياء بالنسبة للناحية النسائية كانوا يسألون عن الأزياء، إن هذه الأزياء وين يلبسوها، في إيش المناسبات، هل عندكم في اليوم العادي يلبسوها، الحنة متى تسووها، في إيش الأيام. قلنا الحنة دليل الفرحة عندنا، سواء كانت أعراس أو سواء كانت مناسبات يعني احتفالات. هل خذيتي معك بعض القطع والإكسسوارات مثلاً؟ وديت كان في الخيمة، كانوا مثلاً اللي كانتين خليت يعني الرجال لبسنا الخنجر والدشداشة والبشت مع المصر، والنساء لبسة عمانية مع فضياتها كاملة. اسألوا عنها ومن غير الشاشة اللي كانت تعرض ترى، ومن غير كانت تعرض عن طبيعة عمان. فهذا الشيء كله كان يعني يرسخ في عقولهم إنه على الأقل يحببوهم إنه يجوا يزورونا. خلونا نشوف الصورة مع بعض ونعلق عليها مع أنيسة. نتابع أول صورة بتظهر معنا على الشاشة. تفضلوا. حابة أشكرهم من الناس اللي كانوا موجودين معي. هاي من الزائرات المعرض. جلسة أحنيها. هاي في الخيمة نفسها. هاي في الخيمة العمانية أيوة. وأنتوا كنتوا بموسكو بالضبط يعني؟ في موسكو بالضبط كنا. في النادي الدبلوماسي كان المعرض. هاي هنا أنا أتكلم مع نائب رئيس الوزراء، أعرفه بالحنة العمانية وأن هذا نستخدمه للأفراح. ما شاء الله طابور انتظار أشوف. أي طابور انتظار. إيه أقول لك إنهد حيلي. فلكن إيش اللي حلو يعني في المعرض إنه كان منعش الحمد لله. والضيف حتى أعجب بالخيمة العمانية بالحنة، قال إن أنتوا عندكم تراث عريق ما شاء الله يعني. المدير العام وزارة التراث أشكره جزيل الشكر على تعاونه معي. ما شاء الله عليهم ناس متواضعين، يعني ما حسينا احنا في مكان غريب، بالعكس كلنا كنا مثل اخوان واخوات وكنا متعاونين يعني. ايضا زاوية ثانية هاي بعد الكيو ماشي يعني الطابور. وهاي جايبين بعض الاكسسوارات العمانية انت. ايه فضيات. وعلى اليسار اللي لابسه الاحمر ماهرة الزجالي، حابة اشكرها على تعاونها معي. هاي جانب من المعرض. هاي الكتب اللي من وزارة التراث، الناس كانوا يجوا يقروها، هي كلها ثرية بالمعلومات عن عمان. باللغات الانجليزية ولا في روسية؟ مترجمة، في منها مترجمة ايوه. هاي من المعالم المشهورة هي كنائسهم. فحبيت اخلي صورة عشان الناس يتعرفوا على معالم روسيا. ألوانها كذي. زرتوا طبعاً مواقع سياحية؟ أول يوم زرنا بعض المواقع أيوة، وبعدها تعرف كنا مشغولين في المعرض. هالمكان طبعاً الصور قبل ما البنات يجلسوا كانت معنا الأخت ميمونة من الهيئة الحرفية والأخت كاملة. نشوف الصورة اللي بعدها. لهم شكر طبعاً خاص على تعاونهم. يعني كم جهة كانت مشاركة معاكم؟ يعني في الهيئة العامة للصناعة الحرفية وأنتي؟ أيوة وهيئة الوثائق. ممتاز. لكن هي تحت مظلة وزارة التراث أيوة. يعني كل هيئتين يعني. وهي قسم الفضيات. كانت الأخت كاملة جالسة. بمعدل كم تقريباً اللي كانوا يحضرون إلى المعرض؟ والله بمعدل احنا نقول يعني كبداية ان السلطنة سوت اسبوع ثقافي اعطيها يعني ك80% ما اعطيها 100% لان هذه الفعاليات يحتاج لها عمل اكبر. يعني
الدعاية أكبر وأكبر وأكبر يعني. وثاني المواقع لازم تكون إيش الشيء الوحيد اللي سووه يعني أخذوا الفرقة وودوها للحدائق العامة. ممتاز. هيني ضربت ضربة قوية. نعم. حتى الناس لما يشوفون الفرقة كانوا يجون المعرض. ممتاز. وسيلة الدعاية. وسيلة الدعاية قوية صارت، حتى إحنا فرحنا يعني. قلنا هو زين، شافوا الفرقة واستانسوا وجاوا. بالفعل يعني أول يوم إحنا ما حسينا إنه يعني كان الافتتاحية طبعاً ما كان مفتوح لكل الناس. كان الناس الخاصين، لكن اليوم الثاني والثالث الحمد لله رب العالمين كان إقبال كبير على المعرض. أنيسة أنا سعيد كثير بوجودك معنا، نورتينا وأتمنى لك إن شاء الله المزيد من التفوق والنجاح. الخطوة القادمة إيش اللي عندك؟ خلينا نأخذ آخر أخبارك. أي آخر أخباري كولكشن جديد، ما بس أزياء عمانية، أزياء مطورة، لكن ما عرضتها بعدي، وإن شاء الله بعرضها لأول مرة معاكم بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء زي الله. في معرض قادم وفاشن شو. ما عندي شيء لغاية الحين، لكن تعرف لما يصير مفاجآت تصير بالنسبة لي، لغاية الحين ما عندي شيء. أنيسة الزجالي سعداء كثير بوجودك ونقول لك الحمد لله على السلامة مرة ثانية. الله يسهل عليكم يا رب. مشكورين، بارك الله فيكم. متواصلين معكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير ومن بعدها نصل إلى الختام، حياكم. يعتبر سندويش السلمون من المواد الغذائية الصحية التي يجب علينا تناولها بين فترة وأخرى. تتكون سندويش السلمون من عدة مقادير أساسية، وهي خبز توست أسمر، جرجير، سمك السلمون، مايونيز، بصل. وبالهنا والعافية عليكم مشاهدينا الكرام.
بهذه الفقرات مشاهدينا نكون قد وصلنا للختام، أتمنى وفقنا في تقديم هذه الحلقة، حياكم الله والسلام عليكم.